والله احنا متشكرين جدا ان حضرتك طلعت لنا قبل ميعاد العشاء. انا بس كنت عايز اسال، هو اكتر كميه ممكن الواحد ياخدها من نوع معين بتبقى قد ايه؟ تحت امرك يا فندم، اي كميه. ده اي كميه براحتنا يعني. طب عايز كريب وعايز شاورما وشيش وبيتزا، عايز بيتزا ستافت كراست. واوعى تقول لي ما عندكش ستافت، لان شفت 2 مل ستافت بياكلوا منها. لا لا، هو احنا كنا عايزين حاجه تانية غير الطلبات دي. احنا كنا عايزين 5 كيلو رز. قوي قوي، في رز ساده وفي رز بالشعريه وفي رز باللحمه، ولا اقول لك خليك في المعمر. احنا شكلنا هنعمر مع بعض، انا حبيتك. لا بص يا شيف، احنا كنا عايزين حاجه ابسط من كده بكتير. احنا كنا عايزين 5 كيلو رز ني ساده مش مستوي خالص. عايزينه في ايه؟ هو اصل انا تليفوني وقع في الميه، فكنا عايزينه بقى عشان ننشف التليفون ونسحب منه الميه وكده. 5 كيلو رز؟ ما الموبايل كبير، موبايل كبير قوي، ده داخله في بتاع 256 جيجا، ده غير بقى الاغاني والصور والتطبيقات. شغلانه مش عايز اتكلم. طيب احنا كده ممكن نجيب 2 كيلو ونص رز بسمتي حبه كبيره و2 كيلو ونص فريك. حلو، ادي الباشمهندس الرز واديني انا الفريك، امي هتموت عليه. لا لا، احنا محتاجين ان الكميه كلها تبقى رز. معلش، وهنظبطها. تظبط مين يا فندم؟ هظبطك، شغل دماغك بقى ما تضايقهاش، وهات لنا معاك وانت جاي مع الرز 2 كيلو تشيكن سي فود. سؤال بقى، بما انك شغال هنا وفاهم يعني، حمام البسين بيقفل الساعه كام؟ خير، في حاجة؟ أهلا جو. لا أنا مش جو، يوسف. وبقول لك جو. لا والله أنا ولا يوسف ولا جو. لا، يوسف وجو. أنت عبيط يا حبيبي؟ لا، لذيذ. طب يلا حبيبي اتكل على الله. أروح فين؟ بص، أنت هتمشي هناك على طول كده. أوكي يا جو. ده ماله ده؟ بس انت شايل الرز كده ليه يا باشمهندس؟ بس يا غبي، الشيف هو اللي قال لي اعمل كده عشان ما حدش يعرف انه ادانا كميه الرز دي كلها. الراجل برضه ساعدنا، مش عايزين نتسبب له في اذى. طب خلي بالك بقى لحسن يقشط عليك. ده هي فرزلتك يا نهار اسود. ايه ده؟ لذيذ ضاع، لذيذ كان هنا. طب اسكت ودور معايا كده اما نشوفه راح فين. اسف يا باشمهندس، انا ما دورش على حد، انا كنت جاي انشف واعمل شغل وامشي. انا اسف يعني. عرفه، انت كنت قلت لي ان انت عايز تنزل حمام البسين، صح؟ هموت، هو فين اشوفه؟ ايه ده، لذيذ اهو. فين؟ لا الله الله على نعم الدنيا. الله والنبي يا باشمهندس، استاذنك بس لو تقرب لي التفاح عشان اولع السيجاره. الله يا سلام. ومن لما انزل البسين هعمل ايه لما انا فرحان بده؟ نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.